الذي استطاع لأزمان غابرة أن ينسج ببديع الكلمات والعبارات والاستعارات، اكتشفت كمشرقي كشخص جاء من المشرق أنني الآن سوف أتعرف على نفسي في مرآة هذا الجمال المغربي وهذا الدفن وتلك الأبعاد والألوان والصور والخيالات والتشكيلات وكل هذا الشيء اللي اسمه المغرب. واختفى المغرب طويلا وراء هذه الصيغ، وصار العالم العربي بالنسبة للعرب هو المشرق. وهناك أسباب طبعاً، أن المشرق كان المشكلات الأساسية فلسطين، الصراعات، الحروب الأهلية، وكل هذا كانت قد تركز في المشرق باستثناء العقدة الجزائرية فيما يعني استولى عليه العقد الموجودة في العالم العربي، كان المغرب خائفاً. أتمغرب إذا شئت، المغاربة يتمشرقون، المغاربة يحبون الأغاني المشرقية، الممثلين، الكوميديان، كل شيء مشرقي، أرواحهم معلقة في المشرق، كأن مشرق مهبط الأنوار، كأن مكة والمدينة وبيت المقدس تحمل المشرق إليهم وتجعلهم يسامحون كل هذا المشرق على نسيانهم بسبب هذه المحطات الثلاث. طنجة فرصة مؤجلة من زمن بعيد الحقيقة، ودائما كان عندي رغبة وتوقع أني أجي لهالمدينة وأقرأ فيها قصائدي، لأنه جمهور طنجي عرفت عنه كتير من قبل يعني، وسمعت وعندي تصور عن رقي ذائقته وعلاقته بالشعر وبالفنون كتير عالية، هو والتطوانيين ايضا يعني كما اعرف. الجلسة اليوم او الندوة كانت عظيمة ورائعة، واحساسي يعني حتى رغبت اقرأ اكثر مما عادة بقرأ، وهذا اللي حصل بسبب هالتطلع والعيون اللي كانت تستقبل ومعها ارواحها تستقبل الكلمات وتشعرني بقيمتها اكثر مما انا بعرف عن نفسي قيمة كلماتي، فحسيت انه شعري احلى بينكم، وانا سعيد فعلا بوجودي بهالمكان هذا، وخصوصا بهذا الفضاء الكثير حلو الحقيقه. عملت جوله في نادي الصحافه، كان يعني شيء يرفع الراس انه كيف علاقه الكلمه بتعدديتها وبامكاناتها المختلفه، ومنها الشعر الحقيقه. ما عرفت قبل انه نعمل هون اماسي شعريه، ربما هاي من الاماسي الشعريه الاولى بهذا المكان، ولكن كان شيء رائع الحقيقه، والتواصل كان حلو، وبتمنى انه شعراء اخرين يستضافوا في هذا المكان من العالم العربي. الالهه المسيحيه ولدت في سوريا، بولس وبطرس كرزا بالمسيحيه من دمشق، يوحنا المعمدان، يوحنا الدمشق، يوحنا فبالذهب. كل الحكاية بدأت من هذه الأمثلة وانتشرت في العالم، ولكن عندما استيقظت الناس والمنطقة تريد أن تتخلص من الطغيان العسكري والديكتاتوري، أعطى الغرب لها ظهرة وأغرقنا في الدم. نحن الآن نغوص في دمائنا بسبب خيانة الغرب لمبادئه وليس لنا، مثل إيران دولة إرهابية 100%، ولكن الآن يناقشون ماذا نفعل معهم، نعطيهم، نأخذ منهم، نقاتل، يعني لن كأن العالم الآن عنده دبل ستاندرد بوليسي. بمناسبة ذكرى ميلاد رائد وعميد الرحالة العرب ابن بطوطة، بيت الصحافة استضاف اليوم أولا شاعر العربي السوري الكبير
نوري الجراح، وهو في ذات الآن أمين عام جائزة أدب الرحلة ابن بطوطة على المستوى العالمي. كانت الفرصة سانحة للإنصات جيدا لهذا المنجز الشعري الأدبي الباهر جدا باستعاراته وبأفق خياله، ولكن كذلك كان هناك سجال وحوار حول تخمين في تسويق صورة المغرب، صورة مدينة طنجة الكونية، وبعلامة مميزة هي شخصية ابن بطوطة الرحالة الذي جاب عواصم الكون وجغرافية العالم. الأثينيون، القبارصة، الكريتيون، المالطيون، القرطاجيون، الأندلسيون، الصقليون، الجنويون، والبرتغال، وحتى رعاة ماديرا وماعزهم بلحمه المر وقرونه التائهة قرب غيون إيبيريا، الذين ظهروا في الشواطئ ومعهم أهل بومبي المتحجرون من المتعة، دفنوا رؤوسهم في جرار عملاقة وملؤوها دموعا على شعبي الصريع. فكيف لي في بحر هذا الحطام أن أعيد أغنيتي إلى صوت المغني وإلى البحر مراكبه المسافرة، والبحر هاوية ومقبرة وصحراء. كان كنت ولا